فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤاله الرابع يقول فيه: إذا قال الموظف لرؤسائه: عندي ظروف كذا وكذا وأريد السماح لي عن العمل لمدة يوم أو يومين، وهو غير صادق، إنما عنده ظروف أخرى بسيطة أو يريد الراحة من العمل، ولو أعلمهم بالحقيقة لم يأذنوا له، فماذا عليه في ذلك؟ الواجب عليه الصدق وألا يعتذر بحقيقة، فإن سمحوا له فالحمد لله، وإلا باشر عمله. أما الكذب فلا يجوز، فهذا منكر وتملص من الواجب، فلا يجوز له ذلك لأمرين: أحدهما أنه كذب، والأمر الثاني أنه ترك الواجب بدون عذر، فلا يجوز له ذلك. نعم.